عندما يدخل إلى المسجد يتقدم إلى الصفوف الأولى الرجال. مسلمان سخوخر ما جتم قشش حاجة يسطر خمجة يبريرات خمجة وتنويش. ويتأخر النساء. في الزهر يجم جزر قن بفنويش. السنة أن تصلي إلى سترة يعني تتقدم إلى الصفوف الأولى إلى الجدار. سنتهم جا بيغبارني سنتهم جا نماز شبشة سترة ويباش حمي تنفوي ز حبشب قرى يتنفويش أبجك وديزي في غام. لا يمكن أن تجلس دون أن تصلي ركعتين. وتسخنوكم مجتمع شاحان وج مجتمع سلام ركعتي ترمشعوا.